لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. أهلا وسهلا بكم في لايف سبور. البداية بمنتخبنا التونسي لكرة القدم أصغر اللي وصل مشاركته في كأس العرب لأقل من 17 سنة في مدينة وهران الجزائرية. اليوم منتخبنا باش يواجه البلد المنظم المنتخب الجزائري في مقابلة الدور الربع النهائي بداية من 4:30 متاع العشية بتوقيت تونس. الجامعة التونسية لكرة القدم أصدرت بلاغ أعلنت من خلاله عن التمديد في أجل إيداع ملفات الانخراط بالجامعة للموسم الرياضي 22-23 حسب التواريخ التالية. أندية الرابطة المحترفة الأولى والثانية إلى غاية 15 سبتمبر 2022، أندية الرابطة الهوات مستوى أول وثاني إلى غاية 30 سبتمبر 2022، وأندية الرابطات الجهوية والرابطة النسائية إلى غاية 30 سبتمبر 2022. إلى برنامج مباريات الدورة نصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم نسخة الزعيم فرحات حشاد اللي باش تلعب نهاية الأسبوع الحالي على زوز دفعات غدوة 6 متاع العشية في الملعب الأولمبي حماد العقربي برادس اتحاد بنقردان في مواجهة المستقبل الرياضي بالمرسى، ونهار الأحد 4 سبتمبر 6 متاع العشية كيف كيف في رادس مباراة الكلاسيكو بين النادي الإفريقي والنادي السويقسي. في اخبار انديه الرابطه المحترفه الاولى الترجي الرياضي التونسي باش يختتم اليوم طرابلس التحضيري في جزيره جربة. اليوم فريق باب السويقه باش يواجه اتحاد رياضي بتطاوين في مباراه وديه تنطلق بدايه من 6 متاع العشيه وش يحتضنها ملعب جربة ميدونه. الملعب التونسي وصل طرابلس التحضيري المغلق في حمام بورقيبه، واليوم فريق البقلاوه باش يواجه نادي فرنانه في مباراه وديه تنطلق بدايه من 5 متاع العشيه بالاضافه لمواجهه الاولمبي الباجي في مباراه وديه ثانيه يوم 4 سبتمبر القادم. افريقيا الاتحاد الافريقي لكرة القدم قام بتعيين الحكم اللابوراندي تيرين كورون زيزالي إدارة مباراة الجيش الرواندي والاتحاد الرياضي المنستيري في ذهاب الدور التمهيدي الاول لدوري ابطال افريقيا المقرر يوم 10 سبتمبر بالعاصمة الرواندية كيغالي، في حين مباراة الاياب باش تتلعب يوم 18 سبتمبر في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير وباش يزفرها الحكم المغربي رضوان جيد. في اخبار لاعبين المحترفين نادي فيبورغ الدنماركي اعلن تعاقده مع اللاعب الدولي التونسي ياسر العاشوري بعقد لمده 3 مواسم قادم من نادي استوريل البرتغالي. ملاعب عمره 23 سنه وشارك مع منتخبنا التونسي في 2 مقابلات لحساب تصفيات كاس افريقيا في شهر جوان الفارط. في الكرة الطائرة منتخبنا التونسي وصل مشاركته في بطولة العالم بولندا وسلوفينيا 2022، وبعد تأهل الدور الثاني كأفضل صاحب مرتبة 3 منتخبنا باش يكون في مواجهة البلد المنظم منتخب بولندا نهار لحد 8 متاع الليل في الدورة الثمنة النهائي في مباراة باش تكون منقولة مباشرة على القناة الوطنية الثانية. في التنس لعبتنا التونسية أونس جابر المصنفة 5 عالميا توصل مشاركتها في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس واللي باش تكون فيها أونس في مواجهة اللاعبة الأمريكية شيلبي روجيرس المصنفة 31 عالميا في مقابلة الدور الثالث غدوة أبارتير من 4 متاع العشية. نذكر أن أونس جابر سبق لها الفوز على منافستها هذه الأمريكية في 2 مناسبات سنة 2017 وسنة 2019. خارج تونس وفي أبرز مقابلات اليوم لحساب الجولة الخامسة من البريمير ليغ الإنجليزية مباراة وحيدة 8 متاع الليل ليستر سيتي يستضيف مانشستر يونايتد. في الجولة الخامسة من الدوري البلجيكي الممتاز 7:30 متاع العشية أندرلخت يلعب ضد فريق جنك. في الجولة الرابعة من الكالتشيو الإيطالي سيريا 8:15 أتلانتا في مواجهة تورينو وبولونيا يستضيف ساليرنيتانا. نختموا نشرتنا بمعلومة صحية تساعد الرياضة على تعزيز المناعة وتنشيط الذاكرة بالإضافة لتقليل فرص الإصابة ببعض الأمراض. هذا كل ما عنا في أخبارنا الرياضية. أجمل تحيات سيد ترابلسي ونتقابلوا في مواعيد رياضية قادمة. لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM.